توصل الرسائل لرجال الضفة شكلوا مجموعات الطعن مش عايزين واحد يطعن يا شباب الضفة ثلاثة أربعة اهجموا ناس تكتف وناس تطعن بالبلط والصواطير وعليك أن تعلم جيدا أيها المقدسي الحبيب بأن السلم لا ينفع وأن الغاصب الكافر لغير السيف لا يبصر ولا يسمع فخذ حجرا وسكينا ورشاشا وقنبلة انتفاضة القدس قد انطلقت دون عودة إلى الوراء بإذن الله عز وجل هذا هو الخيار التكين هو الخيار